ركلة جزاء ويوليون ألفاريس وركلة جزاء يصفرها حكم المباراة في الدقيقة الثانية من انطلاقة المباراة. بعد هذا الخطأ المباراة ندخل الرابعة الثالثة. هولن يسجل جول، هولن ويسجل جول. ليس هناك سيناريو أجمل من هذا، أن تبدأ مباراة في الدقيقة الثالثة تهز الشباك وتفتح مجال التسجيل. السيتي متفوق في لندن على فولهام 1-0 لفلي لحد الآن. خليتك أمغ خطيرة 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 خطيرة. جول يا سلام على الروعة، كارلوس فينيسيوس البرازيلي يسجل هدف التعديل. يا سلام في الدقيقة 15 من عمر الشوط، اللعبة والأروع في العمق، استلام رائع عن طريق كارلوس، كارلوس استلمها وفينيسيوس سددها وسجلها وهدف التعديل لصالح نادي فولهام. 1-1 صارت النتيجة. شوف ألفاريس 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 ألفاريس.